أخبار اليوم. ينضم يعني إلينا الآن دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. دكتور حسام مرحبا بك. أهلا بك يا فندم. دكتور حسام، ماذا عن حملة التبرع بالدم لمستشفيات الإسماعيلية التي تم الإعلان عنها مؤخرا؟ يعني إحنا في وزارة الصحة المصرية لا نملك إلا أن ننحني إكلالا لهذه الدعوات الصادقة من المسلمين الراغبين في التبرع سواء بالدم أو بإرسال الفرق الطبية أو بتبرع بالأدوية والمستلزمات، لكننا نؤكد أن هناك تنسيق تام بين وزارة الصحة المصرية وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية، وأن الفرق الطبية موجودة بالفعل في شمال سيناء، وكذلك دعم الأدوية والإسعاف، وأننا في هذه الحالة لا نحتاج إلى مزيد القدرات البشرية ولا الدعم الطبي، وسوف نعلن إذا احتاجنا ذلك للمواطنين المصريين، لكننا يعني لا يوجد ما يمنع من أن يتبرع المواطنون بالدم في أماكنهم، مش محتاجين يروحوا إلى أي مكان. في حملات تبرع بالدم إحنا قايمين بها في المساجد الكبرى وفي مراكز نقل الدم القومية في أغلب المحافظات، هي شغالة 24 ساعة، فمن يرغب بالتبرع بالدم يتبرع في هذه المراكز. يعني كما قلت، يعني حملات التبرع دكتور حسام، حملات التبرع في إطارها الطبيعي ولا حاجة للفزع، يعني مسألة التبرع بالدم لا تشبه أن هناك خطر طلاقا يا فندم. دي الحملات في الإطار الطبيعي، لأن التبرع بالدم في ذاته شيء محمود، لكن احنا الحمد لله يعني أمر لا يحتاج لا إلى مزيد من الدم ولا إلى مزيد من الأدوية والمستلزمات ولا الفرق الطبية. الفرق الطبية متواجدة والأدوية متواجدة والمستلزمات متواجدة وكذلك المخزون الاستراتيجي من الدم. لما نحن ندعو للتبرع بالدم بشكل عام، ومفيش داعي لتخصيص مكان محدد بالتبرع، لكن كل من يجد مكان قريب من بيته أو قريب من مكان صلاته أو إذا كان قريبا من أي مركز من مراكز القومية لنقل الدم فليتبرع مشكورا. وإذا احتجنا في وزارة الصحة المصرية إلى أي نوع من أنواع الدعم الطبي سوف نعلن ذلك بوضوح، ونقدم شكرنا مرارا وتكرارا لهذه الدعوات الصادقة التي ملأت فضاء مصر الإلكتروني وملأت، وتلقينا العديد من الاتصالات الحقيقة الراغبة في المشاركة والمساهمة الطبية، ونقدم لهم الشكر والإجلال والتحية والتقدير، ولكننا الآن لسنا بحاجة إلى أي. دكتور حسام، كيف تعاملت وزارة الصحة منذ الصباح مع هذا الحادث الإجرامي الذي جرى؟ هل شكلتم غرفة يعني عمليات؟ كيف كانت طبيعة التعامل من منطقة الإسعاف؟ إحنا غرفة الأزمات منعقدة من يوم 29، غرفة إدارة الأزمات وزارة الصحة، بالإضافة زي ما قلت لحضرتك إلى التنسيق الكامل مع القوات المسلحة سواء في شمال سيناء أو في إدارة الخدمات الطبية المركزية، والتنسيق التام الحقيقة مع المستشفيات الجامعية اللي هم بادروا بأنفسهم بالاتصال بينا واستعدادهم لتلقي أي نوع من أنواع الإصابات. لكن الحمد لله الوضع تحت السيطرة الطبية ولا نحتاج إلى مزيد دعم، لكن نحتاج إلى مزيد تكاتف من الشعب المصري خلف جيشه العظيم وخلف رجالنا أبطال القوات دكتور المسلحة الذين يزدون. دكتور حسام، نعم، بيان القيادة العامة للقوات المسلحة تحدث عن 13 إصابة من المنتمين والمنتسبين للقوات المسلحة المصرية، هل جرى نقل أي من هذه الحالات إلى خارج سيناء، خارج مستشفى العريش؟ هل استدعت إحدى يعني هذه الحالات أن ينقل؟ لا، يعني جميع الحالات موجودة في مستشفيات شمال سيناء، والحقيقة أنه أي معلومات عن الأحداث التي تجري لابد من الإحالة إلى بيان المتحدث العسكري وبيان القوات المسلحة. مرفق الإسعاف كيف تعامل دكتور حسام؟ هل هناك كانت سلاسة أم أن هناك كانت معوقات حقيقية منذ الصباح في هذا الحادث؟ يعني لا شك أن الأمر لم يكن في بدايته سهلا، لكن الحمد لله نجح رجال القوات المسلحة في توفير الطرق الآمنة لسيارات الإسعاف للوصول إلى المصابين ونقل المصابين إلى المستشفى. نعم دكتور حسام، في ظل هذا الوضع، وأخيرا وباختصار من فضلك، كيف يمكن التعامل مع هذه الحالة، يعني عندما يتعلق الأمر بهذا العدد من الإصابات سواء كان ضئيلا ونحمد الله على ذلك حسب ما جاء في بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، كيف يتم التعامل؟ يعني تحدثت عن أنه منذ الصباح كان هناك ربما بعض المعوقات نظرا لضراوة الاشتباكات التي كانت حاصلة، بعد ذلك كيف جرى التعامل وكيف هو الحال الآن إذا كان لديك معلومة على الأقل في أداء مرفق الصحة؟ يعني زي ما بقول لحضرتك، هو أهم جزء في هذا هو التنسيق التام ما بين وزارات الدولة المختلفة، ما بين وزارة الصحة ووزارة الدفاع، وتوفيق. إحنا الحمد لله يتوافر عندنا الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف،
وكل ما نأمل به وكل ما نحن سعداء به هو هذا التلاحم الشعبي خلف رجال القوات المسلحة. سير العمل في مستشفيات شمال سيناء أخيرا دكتور حسام مستقر حتى الآن؟ منتظم بشكل منتظم جدا، والطواقم الطبية موجودة في كل المستشفيات، وخاصة أنه بعض الأقوال طلعت عن مستشفى العريش وحاجتها إلى أطقم طبية. مستشفى العريش الحقيقة مليئة بالأطقم الطبية ولا تحتاج إلى مزيد. نعم، شكرا جزيلا للدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة.